السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السابع، وأرحب بكم في حلقة جديدة مفيدة من حلقات دراستنا في مادة العلوم. الحلقة السابقة كنا تعرفنا على بداية علم التصنيف وعرفنا المقصود بالنوع. حلقتنا النهاردة هنبدأ نشوف يا ترى هل يوجد اختلافات بين أفراد النوع الواحد؟ حلقتنا بعنوان التباين. أذكرك بالتعريف اللي كنا درسناه قبل كده، قلنا إن النوع هو عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية بيجمعها إن لها نفس الصفات ويمكن أن تتزاوج فيما بينها لإنتاج نسل أو أفراد من نفس النوع. حقيقي الطيور اللي موجودة أمامنا من نفس نوع الطيور، لكن ده ما يمنعش إن بين كل طائر وآخر في بعض الصفات اللي بيختلف وبتميزه عن الطائر الآخر من نفس النوع. علشان يكون كلامنا محدد وأمثلة عديدة هنبدأ ندرسها، زي مثلا الإنسان. الإنسان معروف بهيئته وبنيانه وشكله هيكله العظمي إنه بيتبع نوع الإنسان، إنما بيكون في اختلافات أو تباين بين أفراد النوع الواحد، زي ما احنا شايفين طول القامة، لون الشعر، لون البشرة، لون العيون، وهكذا العديد من الصفات المختلفة اللي من أسباب التباين. أيضا ممكن نجد هذا التباين بين جميع الكائنات الحية بأنواعها، النباتات والحيوانات والحشرات وغيرها. تعالوا نشوف مثال مثل القطط أو الفئران. القطط معروف من شكلها وهيئتها إنها بتتبع نفس النوع، إنما كل قط بيختلف عن القط الآخر بصفات مختلفة. مثلا بنجد إن لون الفراء مختلف والعديد من الصفات الأخرى، وكذلك في لون الفراء في الفئران. الهيئة بتقول إنهم من نفس النوع وهي الفئران، إنما بنجد إن في فئران لها فراء رمادي وفئران أخرى لها فراء أبيض، لكن كلاهما من نفس النوع. بنجد بعد كده إن إحنا هيقابلنا مجموعة من التطبيقات البسيطة والأمثلة على الكائنات الحيوانية والنباتات علشان نرسخ مفهوم التباين أو الاختلاف. الصورة اللي موجودة معانا عبارة عن مجموعة من الماعز. اكتب قائمة من ثلاثة أنواع من التباين أو الاختلاف التي يمكنك ملاحظتها بين هذه الحيوانات. إذا دققت النظر وكنت قوي الملاحظة هتجد إن هذه المجموعة ممكن تختلف فيما بينها في الحجم، لون الوبر أو الشعر اللي بيغطي جسمها، طول الأذن، الذيل، وغيرها من الصفات المختلفة. أما السؤال التالي، اقترح سبب لتصنيف العلماء لجميع هذا الماعز كنوع واحد فقط رغم إن في صفات تختلف فيما بينها. هنجد إن في صفات مشتركة وصفات عامة بتجمع نوع الماعز، وهي أهم شرط يمكنها التزاوج فيما بينها وإنتاج أفراد من نفس نوع الماعز. ده كان مثال لأحد الحيوانات. تعالوا نشوف معانا مثال لهذه الزهرة. صورة من نبات الأقحوان، بيتميز إن بتلاته أو أوراقه موجودة باللون الأبيض وفي داخلها القرص الأصفر اللي موجود بهذا الشكل. ممكن للوهلة الأولى أو للنظرة الأولى أعرف إنها فعلا مفيش أي اختلاف ما بين هذه الأزهار، لكن احنا اتفقنا إن في عندنا مصدر اختلاف للصفات بين أفراد النوع الواحد. تعالوا نشوف مع بعض الخصائص التي تتشارك فيها جميع هذه الأزهار أو تتشابه فيما بينها. بنجد إن جميعها لها نفس شكل البتلة، نفس الشكل، وممكن كمان نضيف لها نفس اللون، اللون الأبيض، بالإضافة للون الأصفر اللي موجود في منتصف كل زهرة. ده وجه الشبه بين أفراد نوع نبات الأقحوان. أما الطرق المختلفة أو اللي بتتباين فيها هذه الأزهار وبتختلف فيما بينها رغم إنها من نفس النوع، بنجد إن حجم البتلة ممكن يختلف من زهرة لأخرى، ممكن كمان أعداد البتلات، ونضيف أيضا قطر هذه الزهرة، ممكن نجد إن زهرة قطرها صغير وزهرة أخرى قطرها أكبر، والعديد من الصفات الأخرى اللي ممكن تختلف فيما بينها ضمن النوع الواحد. أما دلوقتي بنجد إن علم التصنيف وعلم الوراثة بيرتبط بعلوم ومعارف أخرى زي علم الإحصاء. من خلال هذه العلوم بنجد طريقة لعرض النتائج
في المخططات الإحصائية لعينة تم جمعها سواء من النباتات أو من الكائنات الحية الأخرى. فبنلجأ إلى علم الإحصاء وما يعرف بمخططات التكرار. علشان يكون كلامنا واضح، بنجد إن إحنا عندنا مثلا نوع من الأزهار اللي موجود معانا بهذا الشكل، نفس النوع إنما بيكون ليه ألوان مختلفة بتتراوح ما بين الأحمر بدرجات وحتى تصل إلى اللون الكريمي. هنحتاج مخططات التكرار إن إحنا نعمل إحصاء لعدد الأزهار اللي موجودة باللون الأحمر وعدد الأزهار اللي موجودة باللون الوردي وباقي ألوان الأزهار. فبنجد إن إحنا بنحصل على جدول بهذا الشكل، بيكون فيه عندنا اللون الخاص بالأزهار، أما هنا فبنميزها بشرطة مائلة، ولما بنكون عندنا أربع خطوط مائلة بنربطها بخط خامس ودي بنسميها حزمة. أما العدد بالأرقام فهنا بيكون عندي خمس أزهار موجودة باللون الأحمر، أما هنا معناها إن ثلاث أزهار باللون البرتقالي، وهنا عندنا زهرتين باللون الوردي، وهنا تسع أزهار باللون الأصفر وثلاثة باللون الكريمي. طيب هستفيد إيه يا ترى من مخططات التكرار؟ أكيد طبعا هبدأ أعبر عن هذه البيانات بجدول أو مخطط بياني بالأعمدة. هبدأ أحول هذا الشكل إلى هذا المخطط. بيكون عندي طبعا محورين زي ما احنا عارفين، المحور الرأسي اللي فيه أعداد النباتات، وهنا بيكون عندي المحور الأفقي اللي فيه ألوان الأزهار. نبدأ نشوف أقل رقم حصلنا عليه، وهو مثلا بيكون رقم 2، وأعلى رقم اللي بيكون رقم 9، وأحاول أخلي المدى اللي موجود معايا ما بين هذه الأرقام. تعالوا نشوف مع بعض ممكن تكون الأسئلة المتعلقة بهذا المخطط بتكون إزاي. كم عدد النباتات التي وجدتها الطالبة أثناء إجراءها لاستقصاء أعداد الأزهار؟ أبدأ أعمل إحصاء لأعداد النباتات من خلال جمع جميع هذه الألوان اللي رأيتها وقامت بإحصائها في الزهرة، بمعنى إنها وجدت خمس أزهار حمراء زائد ثلاث أزهار برتقالية زائد 2 زائد 9 زائد 3، مجموعهم هيكون معايا 22 نبتة أو زهرة. أما اللون الذي كان أكثر تكراراً في ألوان الأزهار، الأكثر تكراراً يعني الأكثر شيوعاً أثناء العينة، أكبر رقم حصلت عليه، هنجد إنه رقم 9، هيكون لون الأزهار اللي مميز باللون الأصفر، ده معنى أكثر تكراراً. أما هنا فبيسأل الطالبة وبيسألكم كمان، هل يا ترى بتكون النتائج أكثر وضوحاً بهذا الشكل أم بالشكل المخطط بالأعمدة؟ طبعاً ممكن هنا يكون عندنا آراء مختلفة، ممكن بعض الطلاب توضح وجود البيانات بهذا الشكل وبعض الطلاب توضح وجود البيانات بهذا المخطط، الأمر متروك ليك، أهم شيء إنك تستوعب كيفية قراءة مخططات التكرار ومخططات البيانية بالأعمدة. تعالوا ننتقل لمزيد من أوراق العمل والأسئلة. هنا موجود معايا 18 نبات مختلف لنبات الصبار، ممكن للوهلة الأولى أعرف إنهم جميعا متشابهين لأنهم ببساطة من نفس النوع، لكن عرفنا النهاردة إن بيكون في اختلافات وتباين بين أفراد النوع الواحد، ومنها بيكون عدد الأشواك لكل نبتة من نباتات الصبار. تعالوا نشوف الأسئلة اللي موجودة معانا. احصى عدد الأشواك في كل ساق واكتب العدد. هنا هتبدأ تقوم بإحصاء عدد الأشواك لكل نبتة. ممكن يحصل تفاوت بين قراءتك وقراءة زميلك، مفيش أي مشكلة، نقبل ببعض التفاوت في النتائج. بعد ما تقوم بعملية الإحصاء هتجد إن عندك عدد الأشواك في النباتات الـ 18 موجودة بهذا الشكل، ما بين 11 أقل عدد أشواك في أحد النباتات وأكبر عدد أشواك ممكن نجدها، هنجدها 20 شوكة. السؤال الثاني وباقي الأسئلة هتكون عبارة عن علم الإحصاء ومعرفة بعض المصطلحات المهمة جدا، وعلى فكرة هنكملها مع بعض في الحلقة الجاية باستفاضة أكبر. احسب الوسط الحسابي أو المتوسط لعدد الأشواك في سيقان نبات الصبار. المتوسط الحسابي دي علاقة رياضية بيكون فيها مجموع النسب قسمة عددها، مجموعها يعني أجمع عدد الأشواك هذه كلها في النباتات الـ 18،
هتكون 176 شوكة، وهي مجموعهم كام؟ 18 نبات. يبقى 176 عدد الأشواك قسمة عدد النباتات اللي هي 18 هيعطيني متوسط 15.3. ارسم جدول نتائج وأدخل فيه نتائج هذا الطالب وابدأ في تنسيقها بحيث يمكن استخدامها كمخطط للتكرار. تعالوا نشوف ازاي ننفذه. هنجد معانا ان اقل رقم حصلنا عليه في عدد الاشواك هو 11 زي ما قلنا بعد ما قمنا باحصاء عدد الاشواك، واكبر عدد اشواك كان 20. اذا هيكون الجدول عندي مصمم من 11 او ممكن ابدأ من 10 الى 20. وهنا ابدأ اضع علامات العد الخطوط المائلة، بمعنى ان حصلت على نبات واحد عدد اشواكه 11، وحصلت على نبات واحد عدد اشواكه 12، وهكذا. وهنا بنجد معانا العدد بالارقام، ده بيكون مخطط التكرار. هنا السؤال التالي: المدى في نتائج هذا الطالب. المدى المقصود به اقل رقم واكبر رقم. اقل رقم كان 11 واكبر رقم كان 20، يعني المدى ما بين 11 شوكة في أحد النباتات إلى أكبر عدد أشواك كان 20 شوكة. أما الوسيط الحسابي لعدد الأشواك، وخد بالك إن الوسيط الحسابي مختلف عن المتوسط، بنجد إن الوسيط الحسابي هو الرقم اللي بيقع بين 11 والعشرين، يعني هيكون تحديداً 15.5. ما المنوال في هذه النتائج؟ المنوال المقصود به هو الأرقام الأكثر تكراراً. هنجد أن العدد اللي موجود عندنا أكثر تكراراً هو الحصول على 6 نباتات بيكون لها 17 شوكة. أذكر واحدة من الخصائص الأخرى التي تظهر التباين بين سيقان نبات الصبار. بنجد عندنا أن في صفات أخرى ممكن تكون مثل الطول أو مساحة سطح الورقة الخاصة بنبات الصبار، أو ممكن يكون شكل هذه الورقة، والعديد من الصفات الأخرى اللي بيختلف فيها نفس النوع. ممكن نحول هذا مخطط التكرار إلى طبعا مخطط بياني بالأعمدة، وأبدأ أترجم هذا المخطط وأحوله إلى مخطط بياني بالأعمدة بكل سهولة. يعني بنجد إن نبات واحد فقط يحتوي على عدد أشواك 11، ونبات واحد فقط يحتوي على 12 شوكة، ونبات واحد فقط يحتوي على 13 شوكة. أما بنجد 3 نباتات بيحتووا على 14 شوكة، يبقى بيرتفع هنا المخطط إلى 3، وهكذا في باقي بيانات مخطط التكرار. يبقى في حلقة النهاردة اتعرفنا على معلومات في علم الإحصاء جديدة، زي ما قلت لك هنتناولها بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة الجاية. أتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.